الثقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدا من وضع حد نشاط لزوجين من إحدى الولايات المجاورة. امتهن النصب والاحتيال عن طريق الفيسبوك، استهدف من خلالها عدة تجار من مختلف ولايات الوطن بإيهامهم باقتناء سلع معروضة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسديد مستحقات قيمة المشتريات عن طريق عملية التزوير في وصل التسديد. التحريات التي بشرتها الفرقة المحققة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما متلبسين أثناء عملية شراء بضاعة بنفس الطريقة. عملية التفتيش التي بشرته الفرقة المحققة مكنت من استرجاع جميع المسروقات التي أو المبيعات التي تم الحصول عليها عن طريق عملية النصب. المشتبه فيهما سيتم تقديمهما لاحقا أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.